واصحاب رجال الله حتى تفنى في الله ثم تبقوا بالله إجماعك في الله ما بقي إلا الله يظهر لك نور الله لا يحيي من فضل الله Lotomina hademu kalarnya wongu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم إن الله تعالى حل النكاح وندب إليه وخرم الشفاء وأوعد عليه فقال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم فنكهوا تخشنوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح قولوا آمنا بالله آمنا بالله آمنا بالله وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين نحالف دين الإسلام نستغفر الله من فعل المنكرات ونستغفر الله من ارتكاب الخطيئات ونستغفر العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه البر الكريم التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين فزوجك على ما أمر الله بمعروف أو تصريح بإحسان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا الذي لا إله إلا هو الحي القيوم هو الحي القيوم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أوصيكم أوصيكم عباد الله عباد الله وإياي بتقوى الله وإياي بتقوى الله أزوجك ما أمر الله تعالى به بشكل معروف أو تحسن بإحسان هاي نجاب بن حسن أنا كتا dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala maka pada hari ini Sabtu 27 Rabiul Akhir 1420 Hijriah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Desember 2020 Miladiah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saya nikahkan saudari Jabida bin Nasir binti Nasir Selan ayah kandungnya Nasir bin Abdul Ghani bin Nuh Selan telah menyerahkan wali kepada saya Muhammad Wujri bin Kinana bin Amaluddin untuk menikahkan dia dengan engkau dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat tunai. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Aku terima nikahnya serta mas kawinnya tersebut. Barakallah. Al-Fatihah. Allahumma taqabbal salat wa da'wati lisaniyati amalana wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لك الحمد والشكر ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبدك رقا وعند لم يزل لأحمك عملا اللهم يا ميسر كل يسير ويا جابر كل خير ويا صاحب كل قريب ويا قلب يسر علينا كل عسر وتيسر عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجاتنا اليك كثير وانت المنجي
البصير اللهم وقف بينهما كما علمت بين يوسف اللهم ألف بينهما كما علمت بين عدم وحواء وألف بينهما كما علمت بين يوسف ورسليها وجمع بينهما كما جمعت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحجيجة الخضراء وخيرهن من زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ربنا اعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على أفضل حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوا على النبي المصطفى الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وأنصار رسول الله والمجاهدين في سبيل الله ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يتغشاهم بالرحمة والأمرة والأسرار والأمرة بطاعة الله والتوحيد في طاعة الله والرسول والهداية والتوفيق وحسن الخاتمة عند الموت وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح سيدنا الشيخ جعفر من البرجاني بنيته طالبها من القبول وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي هو الفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي هو الفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي وارضاني الصحابات يا ربي صل على محمد يا ربي وارضاني الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي وارضاني السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي وارضاني السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي وارضاني المصايخ يا ربي صل على محمد يا ربي وارضاني المصايخ يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب
يا رب صل على محمد يا رب لا تغتر رجانا يا رب صل على محمد يا رب لا تغتر رجانا يا رب صل على محمد يا رب يا سامي دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامي دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نذوره يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نذوره يا رب صل على محمد يا رب تغسلنا بنوري يا رب صل على محمد يا رب تغسلنا بنوري يا رب صل على محمد يا رب يا رب اهضناك وامانك يا ربي صل على محمد يا ربي رضاك وعمانك يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جنانك يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جنانك يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صل على محمد يا ربي هدنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي هدنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي واسلي كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واسلي كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر كل معذي يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر كل معذي يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمصفع يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمصفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم
واستجد به هداية لسلوك السبل الواجهة الجلية وحفظا من الغواية في جلد الوكاي وهفاه وانشر من قصة المولد النبوية برودا كان نادفية نادما لمنك بالشريف إقدام تحل مسامي جولاه واستعينوا بحول الله تعالى وقوته الكرية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله ثم كبر الكريم بأرض سجين صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك فقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه زيبة العامل هم بس الصنيع ابن ياسم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه قلة الذي انتمى الارتكاء الاولياء ابن قسي واسمه مجامع سمي بقسي تقاسي في بلا قدعة القسية إلى أن عاد الله تعالى إلى الهرم المهترم فما هما ابن كلاب واسمه أقيم بن مرتب القعب بن أيب والب بن بير واسمه قريش وإلى البطون القرسية فما فوقه كناي كما جنى إليه الكثير وارتدى ابن كلاب واسمه ابن كلاب واسمه قريش النبي من سورة تسبيل نبي الكنان كما جانا الكثير من التنية وأول من أهدى البرن إلى الهرم المهترم فما إما من سمع في صلب النبي صلى الله عليه وسلم وتكرم تعالى ربا إن مدر بن ناجي بن معدي بن عدنان هاجا تلك النجي جمعت كرة جوا سنة السنية وربه إلى جاء إلى خليل إبراهيم أنساك أنه سامي بهلا وأدنان بلا ريب عند جاب القلوب النسبية إلى جابه إسماعيل نسبته ومنتمى واجم به من عقد تلقت كوافي كل الرياء وكيف لو سيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى ناسب تاجب الولى بهلا قلدتها نجوم الجوجا هبجا عكس ددي وفخار انت في اليتيمه الاسماء واكرم به من نسب طهر الله تعالى من التفات الجاهليه اورد جاينهم الى كرامه محمد وارده في موضه يلين وروى حفظ الكرامة لمحمد أباه الأمجان سونا لاسمه تركوا الصفا فلمسوا بمعاره من أدبه وإلى به وأمه سرات سران الأرنبوات في أثار قرارهم البهية وبدا بدره في جبين جد عبد المطلب وابن عبد الله أكبر اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعنى نقله إلى مكره من صدفة آمنة الزهرية وأصبح الغريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بأملية لأنوار الزكية وسبق الصب الحب بنسيم سبام
وكتيت الأرض بعد طول جدها من النبات كلالا تندسيام وأين مد وأينت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنام ونتقت بأمليها لي كل دابة لقريت بالفصاح العرسون العربية وحرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأكوام وتباشرت وهوس المصارق والمقارب ودواب البحرية وطست الأوالم من السرور كأسا وميام وبشرت الجن بأضلال زمني وانتهكت الكهانة ورعبت الرهبانية ولهذا بخبري كل حبر خبير وفيه لا حسنيتا وأتيت أمه في المنام فقيل بسيد العالمين وخير البرية وسمي ذا وذاتي محمدا إلا أنه ستحمد أكبر إلا كريم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وسلم وبارك عليهم ولما تم من حمل القران على رسول الله ينور ابو عبد الله وكان جديدا باخبار بني عليهم من الطائفه من الجاريه ومكث من شهر سقيما يوالون ثمه وسقواهم ولما تم من تسعة أشهر قمريا وأن لدعي المبتدا وترى أمهما من مافئة ومريم في نسوة من الخديجة القدسية هذا المهاد فولدته صلى الله عليه وسلم وليه تلاه لو تلاه الله من وسام المصطفى سقينا يوم القيامة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك Yeah.
Yeah.
ليلة المولد الذي كان للدين سرور بعومه وجدها يوم نال بوجه بلد وهد من فخار ما لم تنل النساء وأنت تدعو ما بأبصار مما همت ومريم نادرا مولد كان منه في طال الكبر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهوات بان كدوا الى المصطفى واكثر الغناء فجاوك جهزت القيام عند ذكر مولد الصغير ائمه جور ويجور الغيام فتوبى لمن كان نادم صلى الله عليه وسلم غاية مرامي ومرمى اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من خمر صخران على مسعود ال المروية توفي في المدينة المنورة يا الله. من الضحى النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون شكما وسكوى ولما تم من خمره على الرادي تسعه اشهر قمريه وانى للزمان ان ينجلي المشهد ليله مولده اسيه ومريم في نسوه من الخديرة القدسية ودخل المهد اللهم صل وسلم وبارك عليه وبرز صلى الله عليه وسلم وهدئ يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سودته وأولاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وعلى الحبيب الذي يسن التباء وسجايا وذات تحسين هالي قد سقط
مَمَدَّ لِخَيْرِ الْخَلْقِ يَدًا أَهَدٌ إِلَّا وَبِهِ سَعِدًا فَلِذَاكَ مَدَّتُ إِلَيْهِ يَدِي وَبِذَلِكَ كُنْتُ مِنَ السُّعَدَاءِ بَابٌ لِلَّهِ سَمَاوَ عَلَى قَدْرًا وَامْتَازَ بِكُلٍ عَلَى وَالْكُلُّ بِدَاوَتِهِ اتَّصَلَى kepada kedua mempelai. Untuk itu, kedua mempelai selaku suami istri dipersilahkan untuk memasuki sabuah. Yuhyi min fadlillah.
dan kemuliaan terhadap maka saya selaku kepala kantor atas nama pemerintah khususnya pemerintah Kementerian Agama saya sebagai bagi suami laki-laki supaya dia jantan baik-baik. Ini bagi calon istri, bukan calon istri, istri. Mudah-mudahan ya. أشرقت شمس كمالي